وصدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 39 لسنة 2020 في تنظيم هيئة الكهرباء والماء جاء فيه المادة الأولى تنظم هيئة الكهرباء والماء وذلك على النحو الآتي الرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة ويتبعه أولاً إدارة الأمن الصناعي والسلامة، ثانياً إدارة نظم المعلومات، ثالثاً نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات بدرجة وكيل مساعد وتتبعه، إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد المالية والخدمات، إدارة المشتريات والتجهيزات، إدارة المخازن المركزية، رابعاً نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع بدرجة وكيل مساعد وتتبعه. إدارة المشاريع، إدارة التخطيط والدراسات، إدارة ترشيد الكهرباء والماء، خامساً نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بدرجة وكيل مساعد وتتبعه، إدارة توزيع الكهرباء، إدارة توزيع المياه، إدارة خدمات المشتركين، إدارة حسابات المشتركين، سادساً نائب الرئيس التنفيذي لنقل الكهرباء والماء بدرجة وكيل مساعد وتتبعه. اداره نقل الكهرباء اداره نقل المياه الماده الثانيه يلغى المرسوم رقم 18 لسنه 1999 باعاده تنظيم وزاره الكهرباء والماء كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم